السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاجعت عائلة بعد وفاة الابنة والابن، وهذا بحوض مائي بالمنتزه. وحسب ما هو متداول، فتاة تدعى أبرار حاولت إنقاذ أخيها المدعو محمد من الغرق بعدما انزلقت قدمه داخل حوض مائي بالمنتزه. فحاولت الفتاة أبرار الإمساك بأخيها ولكن لم تستطع ذلك، فانجرفت رفقته ليرحل إلى الرفيق الأعلى معا، وفي لحظة واحدة قدر الله ما شاء فعل. تغمد الله روح الفقيدين برحمته الواسعة وألهم عفوا ذويهما الصبر والسلوان. الحادثة الأليمة وقعت بليبيا الشقيقة.